تسريب أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب على قناة نجوم ومشاهير، خليكم معايا لآخر الفيديو. أهلا بكم في قناة نجوم ومشاهير، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. يلا بينا نبدأ الفيديو. تسريب أحداث الحلقة الأخيرة بالتفاصيل من مسلسل نسل الأغراب. بعد ما قام عساف اللي بيقوم بدوره أحمد السقاب قتل سليم ابن غفران الغريب، تبدأ الحرب الحقيقية والأقوى بينهما، فيبدأ غفران انتقامه من عساف على قتل ابنه الوحيد سليم، وأهل البلد تقف مع غفران خوفا منه، فيقوموا بقتل عساف ويحرقوه بالنار قدام جميع الناس فيموت محروقا، ويتم القبض على غفران وبيتحكم عليه بالإعدام على يد ابن عمه علي الغريب اللي بيجسده محمد دياب، وتأتي جليلة لتودعه بعد ذلك في السجن وتقول له أنا كنت ناوية أقتل عساف بنفسي في يوم الفرح وتجوزته علشان ابننا سليم يرجعه لنا بالسلامة، وده كان شرطه الوحيد علشان ما يقتلوش، لكن غضبه وغباءه خلاه يقتله، وتدخل بعد ذلك في حالة انهيار شديدة، وابنها حمزة يحزن على موت أخيه الوحيد سليم ويضع كل الذنب على جليلة أمه على أنها لم تخبره هو أو غفران بأن عساف خطفه منذ البداية وهددها علشان تتجوزه، واتهمها بعد ذلك بالأنانية على حساب ولادها الاتنين لأنها كانت تعرف ومتأكدة أنه هيقتله كده كده حتى لو اتجوزته علشان يحرق قلب غفران على ابنه الوحيد. وبعد ذلك حمزة ياخد خدامة عساف الغريب اللي كان بيحبها وهيتجوزها، ولكن مش هيعيشوا في نفس البلد، هيعيشوا في بلد اخرى بعيدا عن أمه جليلة وعن نسل الأغراب كله. وتأتي بعد ذلك ذهب غزية الغجر وتقوم بقتل بكري كبير غجر زلط. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.